الدنيا. مرحبا بكم. مرحبا. شو معناتها توازن نفسي؟ مهم ياسر أن نعرف شنو معناها التوازن النفسي. ساعات يمشي في بالنا التوازن النفسي هو الإنسان اللي ديما يضحك كل يوم، ما يحزنش، ما يتقلقش، ما يخافش، ما يتوترش. ماوش هذا التوازن النفسي. التوازن النفسي هو أنه الإنسان ينجم يستحفظ على مشاعر إيجابية وحاسيس إيجابية مع أفكار فيها برشة تفاؤل في حياته. هذا ما يمنعش أنه باش يجابه برشة توترات، باش يجابه برشة حاجات صعيبة في حياته، لكنه يوصل لحالة من الراحة النفسية اللي تخوله أنه يدرك ذاته بعمق كبير ياسر، يتعرف على روحه ويكون قابل روحه أكثر من قابل روحه، يكون راضي بروحه أكثر من أنه راضي بروحه، يكون فرحان بروحه. كما يكون راضي وفرحان بالمحيط متاعه وبالظروف متاعه الكل، الحالة متاع الرضا الكبيرة هذيك تمكنه وتعطيه قدرة كبيرة على مجابهة الحاجات الصعيبة اللي تنجم تجيه في حياته. بطبيعة الحال الشخص هذايا يكون فرحان بروحه وراضي بروحه ويعرف كيفاش يجابه التوترات متاعه من غير ما يعتدي على الناس ولا يقلق الناس في المجتمع. لازم يكون مندمج مع الناس، علاقاته تكون سوية وعلاقاته تكون سليمة. عنده إدراك به برشا للواقع، إدراك ينجم نقوله الإدراك الصحيح والإدراك السوي للواقع متاعه، والتصرف متاعه كسلوك يكون متأقلم مع كل سيتواسيون بدقة كبيرة، بحيث نجم نعبره على الشخص هذاك بل يوصل درجة الحكمة. يعني هذا الكل حلو يسر، أما هل ممكن يعني هذا إنسان مثالي اللي تحكي عليه أستاذ ولي؟ الكلنا نجتهدوا باش نوصلوا للمثالية حياتنا الكل، والكلنا نعلموا أولادنا ونعلموا المحيط متاعنا أن نطوروا نفسانيا، نطوروا من كفاءاتنا النفسية، نطوروا من مجاباتنا للحاجات الصعيبة في حياتنا. يمكن الوضع زاد هو اللي مصعب الأمور، تو الوضع حاليا اللي عايشينه من الكوفيد، من لاباريسيون تاع الكوفيد، من عام ناول بالكونفينمون، كما قلنا قبيله برشا عباد تضرت فينانسيغمون، تمسوا في مشاريعهم، فقدوا عباد عزيز عليهم، مورالمون يعني الانسان ما عادش ساعات يوصل ما عادش ينجم يقدم ولا؟ كلامك صحيح، خاصة انه عندنا شريحة كبيرة منا واحنا في اي لحظة ينجم الواحد فينا، لطف علينا الكل وعلى اللي يسمعوا فينا الكل، ينجم كل واحد فينا يمرض بمرض نفساني. الانسان اللي عنده يعني فراجيليتي بسيكولوجيك كيكون فولنيرابل لاي حدث صعيب موجود، وبطبيعة الحال ينجم يديفلوب اون سيغتان باثولوجي، ينجم يدخل في مرض نفسي معين، كما يعني ارتفاع يعني حالات الرهاب والخوف الكبير، الخوف المرضي اللي يولي عائق في حياة الانسان، عائق في حياته المهنية والاجتماعية والعلمية وفي حياته حتى العاطفية، كيف حالات الاكتئاب اللي ارتفعت، كما الناس اللي هما مرضى وجاوهم ديكريز وكثروا معناها نسبة الأمراض، كما حتى ناس عمرهم ما مرضوا تلمو يعني الضغط ولا كبير ياسر، تلمو الحالات التهديد والخوف، وتلمو حتى حالات العزلة، أنه إنسان كان عامل إكليبر إيموسيونيل لروحه في خرجته، في ضحكته، في سهريته، في الديبلاسمو متاعه، في الفوياج متاعه، كيف يلقى روحه في كونفينمو، يلقى روحه يروح في وقت بيان ديتيرميني، حاجات اللي مستنسش بهم العالم أجمع، ربما الكل تجربة أولى في حياتنا أنك عندك وقت تروح فيه وتسكر على روحك باب الدار. ثم حاجات اللي ما عادش نجم تعملها جملة، ما تصورناش باش تطول زيادة، هذاك اللي يمكن في الأول استحملناها خاطر في بالنا بيريود باش تتعدى، ما تصورناش باش تفوت العام افكتيفمون معناها كاين كيما النكتة نتاع قالوا تو وحدك تستانس، افكتيفمون معناها من الأول كانت تجربة أنا نستنى وأنا باش نخرجوا سبا باش نعديو شهر باش توفى عنا العدوى باش نلقاو روحنا مرتاحين، مالوروزمون نلقاو روحنا نجيبوا في كريز كبيرة ونلقاو نسبة العدوى طالعة ياسر في بلادنا. وما زالت المسألة متواصلة، لا مازالوا نستناو في الفاكسان. ان شاء الله هذا يكون مرحله خلتنا نكتسبوا مناعه نفسيه قويه، فانا قادرين كي نتحطوا في دي سيتواسيون صعاب نقعدوا لاباس وما نتقلقوش. جيسبر بيان، جيسبر اوسي المناعه القويه، ما نعرفش نفسيه قويه، مش المناعه نفسيه قويه عندك؟ لا مش قويه، ما بنخدم عليها الحق، معناها الموضوع عجبني، عجبتني واعيه بالموضوع هذا، قررت اني انا اهم حاجه هي جوستمون سلامتي النفسيه، اهم الخدمه واهم الماكله واهم اهم حاجه عندي هي سلامتي النفسيه، دونك ركزت في هذا. بون الحقيقه البقيه الكل مش ماشي بالقدام في مخي، الحمد لله الحمد لله بك الفايده الحمد لله. كيفاش وقتاش نقولوا عبد ماهوش متوازن؟ وقتاش نفيق بانسان ولا نفيق بروحي مش متوازنه؟ عدم التوازن النفسي هو وقت اللي نصبح غير قادر أن نجابه التوترات، غير قادر أن نجابه الأحداث اللي تكون صعيبة في حياتي، كل حدث صعيب ينجم يسبب لي حالة نفسية
معناها سلبية، يعني الاتليتا ايموسيونيل متاعي تكون سلبية برشا، كما أني نخاف ونقعد عايش في الخوف، كما أني نحزن ونقعد عايش في الحزن، كما أني نتوتر وما نعرفش نعمل ردة فعل ونقعد في الاتليتا هذيك وما نجمش نتقدم وما نجمش تكون الجواب متاعي والتصرف متاعي متكيف مع الواقع ويخرجني من الإشكال ربما اللي أنا تحطيت فيه. نكون حساس في كل حدث وفي كل حالة تجي في حياتي، نكون حساس ياسر وندخل في مرض نفسي اللي نجم اللطف علينا يعمق لتا معناها متاعي كالكو سوا، كان أنا عندي مشكلة مادية ولا مشكلة عاطفية ولا اجتماعية ولا اللي هي المرض النفسي سيغي سختا باش يخليني أنا مالاد مونتال، باش يخليني أنا معاش النجم نرد الفعل بطريقة سوية وسليمة. الحساسية هذية المفرطة لل يعني والمبالغ فيها مع أي حدث أنه الإنسان يدخل في مرض نفسي، لهنا نتحدث على أنديزيكليبر إيموسيونيل يكون في الأغلب. نحن على ستريس هوني، ستريس هو حاجة كوتيديان حاجة يومية، يعني احنا كي تحدثنا على التوازن النفسي مش معناها الإنسان ما يحزنش، مش معناها الإنسان ما يخافش، مش معناها أنه إنسان ما يعيش ستريس ضغوطات، لأنه بطبيعتنا عنا دي كومبورتومون ستريسون في حياتنا نعملوهم يوميا. بتتر خدمتي اللي ستريسون باش نخدم من وقت معين نروح في وقت معين، اللي هو دي ستريس بتتر إذا عندي قراية برشا يلزمني نقرا، يلزمني نراجع، يلزمني عندي دي زيكزامان باش نعديهم، سي ستريسون دو فيغ سا، برشا واجبات في داري في عائلتي كلهم دي كومبورتمون ستريسون، يلزمنا نحبوا ستريس ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. تحبوه بيان سور، على خاطر الفرحه نتاع الانسان والليموشن بوزيتيف ما تجيش من اوبجي معين ولا من سيتواسيون معينه، مي هي تجي في دون اون ايكواسيون. بعد فتره نتاع ستريس يجي ان ديفولمون، يجي برشا جوا، يجي برشا فرحه، يجي برشا ادميراسيون. بعد فتره تعديت بها نهار كامل وانا نخدم نروح باش نعمل ديفولمون، داكوغ. اذا انا ما نخدمش نهار كامل ترى ستريس على حقيقته. اي صحيح، ديكو يلزمنا نعرفوا نتعلموا كيفاش نتعاملوا مع ستريس، ما نكرهوش وما نخافوش منه، داكوغ، ونحفظوا حتى لصغارنا. احنا كي نتحدثوا على الكيليبر بسيكولوجيك ايموسيونيل ساسي بور نو، كيفاش نعديوه لصغيراتنا، كيفاش يوصل لهم، كيفاش يعرفوا يتعاملوا مع ستريس، كيفاش كيما كانت تحكي للمدام في فترة صعيبة كيف ما هكا، كيفاش صحتي النفسية ساعة تكون هي لاباس، ونهتم ياسر بصحة أولادي وصحة الانتوراج نتاعي. ومباناليز برشا احنا التوانسة لتا بسيكولوجيك والصحة النفسية نتاعنا. بتتر كان ولدي تطلع له سخانة ندخل بعضي ونتقلق برشا، ما كان راه ولدي حزين ولا يبكي أكثر من اللازم ولا يشد بيته وما يحبش يتكلم ولا فاقد الشهية، ما عادش يحب ياكل، ما عادش يحب يلعب، ما نهتموش برشا مالوروزمون باللي تا بسيكولوجيك اللي تنجم صدقوني تكون أخطر بياسر لطف على أولادنا الكل. كيفاش نجم نحافظ على التوازن هذايا؟ ساعة ولا نلقاه هيجا خلي بدأ كي ما عنيش قبل ما نحافظه عليه، كي واحد يحس روحه اللي ما عندوش توازن كيفاش نجم يلقاه؟ بهي أنه كل واحد فينا يعمل أوتو أناليز ويشوف روحه أسكو أنا زعما نفسانيا سافا ولا مانيش سافا. ثم دي تيست واحد نجم يعديهم إيفيدامون، ثم دي تيست دو بيرسوناليتي اللي نجم إنسان يعني لا بيرسوناليتي اللي هي اوتي نتاع اسبوار في حياه البشر، ينجم الانسان يشوف شخصيته كيف زاد ردود الفعل ومتاع الناس المحيطين به. كان قالوا لك برشا ناس راك باهي راك باهي، كان كل مره ما تنجحش في العلاقات نتاعك، وكل مره تقول عملوا لي، كل مره تقول هما مع بعضهم وانا مخليني وحدي، كل مره تقول والله ما تم من حد واللي تنقص وترتاح منه وغيره، عارف روحك راك مريض وماذا بيك تداوي روحك. على خاطر عموم الناس يتصرفوا سلوكهم يكون كرده فعل على سلوكنا احنا، ومادام الاغلبيه ردوا الفعل عليك بعدوانيه اكيد راك عدواني، مادام الاكثريه ما لقيتش روحك تندمج معاهم اكيد ما عندكش كفاءه اجتماعيه في انك الناس تقبلك ولا الناس تستناك باش تقعد معاها ولا الناس ترحب بيك، واكيد سلوكك فيه ربما شويه انانيه، شويه عدوانيه، شويه مبالغه، شويه مسرحيات. كل واحد فينا وين ينجم يكون الاضطراب النفسي نتاعو في الشخصيه. دونك يعني كي الملاحظات يتزادوا ويقعد هما بيدهم من برشا عبيد، اعرف اللي هذيك صحيحه، فما بورسنتاج نتاع نسبه صحيحه من الكلام اللي نسبة يقولوا عاليه من ان تكون صحيحه. كيف اذا لقيت روحك كما حكينا قبيله ما تنجمش تجابح مواقف صعيبه وتقعد كان تخاف، تقعد خايف برشا وتعدي الليل الكل خايف، وتقوم الصباح مازلت خايف، وتخلي نهارك برشا حزين. عندنا بيان ايفيدامون وقت اللي يموت لنا شخص عزيز مثال، ثم فترة معينة الإنسان يقعد فيها يعيش فيها الدوي متاعه، ثم يلزم يتجاوزها. كان عرفت روحك ما تجاوزتش يعني الفترة متاع الدوي متاع شخص عزيز عليك الفترة معينة وأثر لك هذاك على حياتك المهنية والاجتماعية وعائلتك وكل شيء، عارف روحك اللي أنت نفسانين راك ماكش قا يعني ثم شوية ضعف في المواجهة متاع لي سيتواسيون هذوما متاع السيباراسيون متاع البيغ دوبجي اللي يكون غالي في حياتنا، واللي هو الإنسان يلزم يكون متهيئ له. أهم حاجة باش نحقق التوازن النفسي أن يكون في حياتنا برشا اشتياق للحياة بالدرجة
ولا مش بالدرجة، يلزم يكون عندنا برشا موتيفاسيون. لا موتيفاسيون تجي بار لا كوريوزيتي انفير لا في، اون كوريوزيتي بوتيتر كولتوريل، اون كوريوزيتي ناتوريل، اون كوريوزيتي ارتستيك، نكونوا عندنا اشتياق باش ناكلوا حاجة بنينة، اشتياق باش نسافر ونشوفوا حضارة جديدة، ثقافة جديدة، اشتياق فني باش نسمع موسيقى جديدة، باش نشوف فيلم جديد، اشتياق رياضي، اون غروند كوريوزيتي انفير لا في، اون ديفلوب سا في رواحنا. باش يكون عندنا برشا دافع على الحياه باش ما ندخلوش في الديبرسيون، اون ديفلوب سا زاده في صغارنا يكونوا نكونوا تري ريش، عندنا اون غروند كوريوزيتي سيانتيفيك كولتوريل ناتوريل ارتستيك داكور. بالدوافع الكبيره هذيك في الحياه الانسان يصبح قادر انه يجابه الدنيا، على خاطر يكون عنده برشا اشتياق للدنيا، واحنا ما يدفعنا كان لا كوريوزيتي انفير لا في بانواعها واشكالها. كيف كيف اون ديفلوب لي مويان داتاندرو سا داكور. اهم حاجه اون ديفلوب لو سوا ميم، ان يكون عندنا دي كومبيتونس، نكونوا عندنا كفاءه نفسيه كبيره، نكونوا عندنا قدره باش نوصل لي زوبجيكتيف نتاعنا، ويكون عندنا برشا ثقه في رواحنا، ونكونوا عندنا ساتيسفاكسيون وفرحانين برواحنا من غير ما نوصلوا للغرور، ولا من غير ما نوليو ندخلوا في دو بروجي صعاب اللي ما نجموش نوصلوا لهم ويصير لنا مالوروزمون خيبه الامل والاحباط. باه كيفاش نجموا نحافظوا على على الكليب؟ على الكليب كان عنا علاش تضحك استاذ سعيد؟ شكون ديما كلنا نحسبوا زعما اللي احنا عنا توازن كيفاش نستحضر عليه؟ هل فما بيت متوازنين اقليه يمكن نجم نقولوا اللي احنا متوازنين عادي، على خاطر حتى كان نمرض نفسانيا مش معناها انا مانيش متوازن نفسانيا. وكما قلنا كنا نحكيوا عودنا برشا مرات، حتى كي نتقلق ولا نحزن ولا نخاف ولا اللي هو المشاعر السلبيه عندها بلاصتها في حياتنا، وبالعكس هي تكون طبيعيه، ما ثماش واحد تهد وما يخافش واش الوقت يبدا هو مالاد مونتال داكور. دوكو من حق الانسان باش يكون خايف، ونسميو رواحنا علاش لا متوازنين نفسانيا، نستحفظوا على الشيء هذايا باش كي نستحفظوا على الكيوريوزيتي نتاعنا نحو الحياه وندعموها، كي نستحفظوا على الاسبوار عنا كلكو سوا الاسبوار كومبونسي معناها اي الامل. مسكين التونسي باش يستحفظ على الاسبوار باش يستحفظ على الاسبوار زي زعما روبريك واحد يعني كافكار معناها نتاع امل. نكونوا متفائلين برشا نجاح، نكونوا متفائلين انه انسان يتجاوز حاجات صعيبه تجي في حياته ولا حتى حاجات اللي تمس الناس الكل، كان مثال نتجاوزوا المرض هذايا وكان بلادنا تخرج من الكريز ايكونوميك وبوليتيك وغيرها. انسان يكون متفائل، قد ما يكون متفائل قد ما ينجم تكون عنده انرجي باش يسعى. كان انت تعرف روحك الديستيناسيون ماكش باش دخلت لها وماكش متفائل، راك باش تبدا تمشي بشويه ولا باش تقص وماكش باش تكمل. دوكو يلزمنا نتفائلوا، بطبيعتك كي تتفائل باش يجيك ايموسيون باهيه اللي هي لا جوا. الانسان المتفائل يكون سعيد، وكي ما تتفائلش لا جوا تتنحى من حياتك وتخسر دي مومون غاليين في حياتك. دوكو يلزمك تتفائل داكور. نتفائلوا كلكو سوا على المستوى يعني المعرفي شغل البلان كونيتيف، نصنعوا الافكار هذيك اون لي ديفلوب في مخاخنا، والا حتى على المستوى العملي اليات التفاؤل واليات الحاجات اللي تجيب لنا ليسبوار برشا، هذوكم اللي احنا نخدموا عليهم كيما لو سوا ميم، كيما لي مويان نتاعنا انه انسان ياخذ ديبلوم باهي، كيما انسان انه يحاول يتحصل على خدمه باهيه، كيما انسان انه يصنع اون فيد كوبل باهيه اللي فيها برشا ايكيليبر وفيها برشا محبه وفيها برشا سوتيان. لي مويان هذوما اللي نجم الانسان يحقق بهم الامل نتاعو ويكون راضي على روحه. كيف كيف الاشخاص اللي في حياتنا اللي هما باهيين اللي يلزمنا نعرفوا كيفاش نستحفظوا عليهم، اون كونتر بارتي باش تلقى اون مينوريتي نتاع اشخاص اللي يرجعوا بك بالتوالي برشا، اللي يقولوا لك كلام سلبي ياسر، اللي يحاولوا يحبطوك، اللي يحاولوا ينقدوك بطريقه غير بناءه ويمسوا منك ويمسوا من شخصك، تلقاهم مالوروزمون موجودين في المحيط الاجتماعي نتاعنا الكل. كيف كيف يحاول الشخص يتجاوز الناس هذوما. ساعات علاقات تكون علاقات صعيبه، ربما حتى في علاقات زوجيه يكون فيهم برشا خوف برشا حزن برشا تهديد برشا قلق، وتلقى الراجل والا المراه عايش السيتواسيون هذيك وقاعد على اساس يقاوم 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 للي ترسيلو مالوروزمون يدق على البسيكياتر وعلى البسيكولوج وهو في مرض نفسي كبير، واكل الجرح النفسي هذاك اللي صار شوف يبرى منه والا ما يبراش. فنحاولوا لي سيتواسيون صعاب اللي نجموا نخرجوا منهم نخرجوا منهم. كيف كيف في بلادنا وانا نتحدث من منطلق تجربه اني تجيني الناس المرضى تلقى شكون اللي تتعرض في خدمتها البرشا ارسيلمون، عارفها يتحرش بها ويهددها في كل لحظه تنجم يطردها ولا غيره. نحاولوا نتمناو انه القانون يحمي، وانا تكلمت الاكسبيريونس هذه من منطلق اني ديما نسمع ناس يجيو بمرض نفسي وتوتر نفسي وقلق كبير ياسر وانغواس كبيره، زعما نعمل ديميسيون والا نمشي نشكي بعرفي وشنو نجم نعمل وشنو
لي سيتواسيون الصعاب اللي فيهم برشا تهديد على المستوى المهني خاصه الانسان خدمته هذيك خبزته يخاف ياسر ما ينجمش يلعب بها زاد نهتموا بها بالكدا لي فاكتور اللي يهدونا الكل ويعيشونا لونغواس هذيك ويعيشونا كلونكسيتي فوبيك هذيك نحاولوا زاد نجيبوهم معناها برشا قوه ونخرجوا من السيتواسيون هذيك اكثر من ان نحاولوا نتعايشوا معها على خاطر مالوروزمون نجم والكل محدودين نفسانين في وقت معين راهو الانسان فينا باش ينهار اي اما موندوني واحد باش ينهار بالطبيعة دونك نركزوا على الامل برشا امل الغدوه كما نقولوا دوما اي تان اوتر جور ونخدموا على الحاجات اللي مش مخلينا متوازنين زيد نخدموا على نفسيتنا نشوفوا شنو الحاجات اللي ناقص واذا واحد فينا حتى نختموا اذا واحد فينا حس روحه في نهار تعب برشا نفسانيا يعني ماهوش فاهم روحه متقلق برشا يعني العواطف السلبيه سيطرت اكثر على النهار نتاعو وعلى الجمعه نتاعو ما حسش روحه ارتاح وتفرهد عادي راكي تمشي لبسي راو عادي تشوف روحك تعمل ما زلت حتى عند بعض الشباب فينا المثقفين يرى انه ضعف فيك راه ماهوش ضعف فيك حتى تعرف انه بسي بيدو يمشي لبسي راه حاجه عاديه ياسر انك تمشي تفهم روحك انك تعمل معناها بيلون دو بيرسوناليتي انك تعمل معناها دياغنوستيك اللي تاعك نجم تكون حاله مرضيه وتنجم بطبيعه الحال تجابها وتخرج منها بطريقه اسهل من انك تعمل مقاومه فرديه.